ما كان المغاربة تتسناو من بعد مرور واحد أسبوع ديال شهر رمضان في انخفاض الأسعار ديال المواد الغذائية وخاصة الخضروات والفواكه واللحوم، تفاجؤوا بالزيادة في الفواكه. فبطبع بأن الفواكه لا من البنان الموز ولا من التفاح ولا جميع الأنواع أخرى كلها عرفت واحد زيادة أقلها 3 دراهم. فبعد تحرير اللي قامت به الجامعة المغربية حقوق المستهلك بأن هذه الزيادة ظهرت في جميع المدن المغربية اللي فيهم الجمعيات ديالنا، وراجع على حساب الحرفيين السبب الأول خاصة التفاح، وهو إصابة التفاح بالبرد أي التبروري، وبالتالي قلال العرض في السوق، رغم بأن حنا نعرفوا بأن التفاح تكون في الثلاجة، تكون في الفريغوات لإرضاء طلب الزبناء. البنان دائما ملي تيدخل الحال تيقوى عليه الطلب وبالتالي تيرتفع، ولكن في الحقيقة السبب الرئيسي هما المصرية، هما الشناقة، بأن ما كاينش شي حرفة اللي تيتكرفس على الفلاح تينتج المنتوج ديالو وتيبيعو بواحد الثمن اللي متناول المستهلك، واللي المستهلك تقبلو بأن هاد المصرية تيدوزو 3-4-5-6 بعض المرات حتى 10 في بعض المواد اللي تيزيدو كل واحد يدير الربح ديالو، وبالتالي شكون اللي تيخلص المستهلك. وكثر من هذا الفلاح حتى هو لا يستفيد من الغلاء اللي كاين في السوق. فبالطبع بأن هادشي راجع لأن الانعدام تام لمراقبة مسار المنتوجات الفلاحية بالمغرب. فبالطبع بأن لا يعقل بأن المنتوجات خاصها كلها يتحدد الثمن ديالها في الدار البيضاء. لهذا بأن الجامعة تطالب باش تكون عندنا منصات جهوية، عندنا 12 جهة في المغرب، خاص تكون عندنا 12 جهة اللي تتباع وتشرى فيها هاد الخضروات والفواكه بالجرو بالجملة، باش يستفد المستهلك ويستفد الفلاح. ورمضان كريم.